مثلا بنات كديرين بخير لبس عليكم. المهم انا جيت اليوم لهاد المحل اللي مولفه كنتقدم من عنده. كنت ديجا شاركت معكم واحد الفيديو هنايا. المهم ها هنايا السلعه اللي عندهم. المهم انا غنتقدى داكشي اللي خاصني وانتم معايا. المهم يعني وصلت للدار ان شاء الله غادي نشارك معكم داكشي اللي خديت. المهم راه عندهم كلشي داكشي كاع اللي تقدري تحتاجيه في الكوزينه كاين هنايا في هذا المحل. المهم انا داكشي كامل اللي غادي ناخذ ان شاء الله غنمشي للدار ونشارك معكم. هاتي كيني ضيق تسربي عصير شوف هي دا هنا ناخذ حوايج اخرى. دابا انا نحل لهم لومبالاج ونشارك معكم هادشي كاع اللي خديت. هانتوما البنات خديت هاد العصاره هادي تقلبي خديت هادو جوج الانواع. خديت هادو هادو ديال لاصوص وخديت هادي. هادي ممكن ديري فيها الديسير ممكن ديري فيها الخبز. خديت هاد البلاطويات ديال الخشب ثلاثة كاين صغير وكاين هذا المويان ديالو وكاين كبير. هاد الحويجات البنات اللي شاركت معكم لهاد المويانات هادو ديال الدار هادو خديتهم من الدار. ودابا غادي نشارك معكم الحوايج الاخرى اللي شريتهم اللي غادي نصيفطهم هدايا لامريكا. كيسان اتاي هادو غادي يمشيو للامريكان. ثاني هادو تا هما خديت جوج ديال الشكل. المهم خديت هنايا برارد ديال اتاي. المهم خديت جوج هادو غيمشيو لامريكا هما والكيسان د اتاي. وخديت معاهم شي كادويات وحد اخرين. المهم هادو غديهم اختي كادو معاها. كاينين هنايا كيسة الحمام ضروري ديتهم عاودتهم في الخياطه باش ما يتحلوش ليها دغيا. و ها انتما كيف ما كتشوفوا. وخديت هادو فحال شكل لي تخوس كيتحطوا ديكوراسيون كيجيو زوينين كل وحده فيها ثلاثه. المهم كتعرفوا يعني احنا المغاربه كنحماقوا على هادشي بخصوصا الجاليه المغربيه. وهادو مغرفات ديال الحريره واحد طوابعه الحلوه. المهم هادو كاملين غادي يمشيو كادويات. ودابا البنات انا دخلت الكوزينه غنجرب هاد لاباراي. الصراحه صدقت لي زوينه. المهم انا غنجربها قدامكم هانتوما تشوفوا زعما براتيك والله العظيم كتسهل عليك حتى الخدمه ديال العصر.
بالنسبه لرمضان يعني كنستهلكوا العصير بزاف. ومهم ها نتوما معايا، خليكم مع الفيديو باش نوريكم الحوايج. دابا البنات انا دخلت الكوزينه غنغسل الماعن كما كتشوفوا راه قربت نسالي، وباقي ليا غادي نجبد واحد العقده ديال اللوز صايبتها قبل الفطور، غادي نوجد بها كعب غزال باش غادي تديه معاها اختي. وها نتوما معايا دابا البنات غنحيد عليا كعب غزال، غادي نحاول انني نحيدو عليا هاد الليله هادي، بحيد عليا الحلوه كامله اليوم باش نعرف راسي ثاني شنو باقي متابعيني بزاف الحوايج ما وجدتهمش ليها. المهم بالنسبه لكعب غزال البنات والله ما نكذب عليكم، انا راه ما صايبتش تقريبا دابا شي 4 سنين ولا اكثر ما صايبتش كعب غزال. المهم كيف ما جا دب راسو وقيلا نسيت عليه لا لا وقيلا مازال عاقله. المهم بالنسبه لهذا العقده البنات راني كندير فيها فيه زعما يعني نفس العقده ونفس القوام نفس المقادير اللي درت في بريواس ديال اللوز هي اللي كندير في العقده ديال كعب غزال. يعني اللي ما شافش الفيديو ديال بريوات اللوز يرجع للفيديو ويشوف الطريقه كيفاش كنخدم العقده، كتجي زوينه كتجي معلكه وكتجي بنينه يعني كتحسي بها انها يعني عقده اللوز 100%. كما كتشوفوا انا دابا كنخدم غير بالجراره حيت دابا الليل، وداك المنقاش مقلبت عليه ما لقيتوش ما عرفتش فين ضاع ليا. المهم غنخلي غير هكا سامبل وانتم مع الفيديو. Until we were tar, baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you, I miss you, I miss those days, I miss those days. I miss you, I miss you, I miss those days. Just a little bit. قلبي لا أشتري قاف لا دفن ليه.